قولي لي شيرلين، شو هي الخطة؟ الخطة إنه نبطل عايشين بخوف. ماهيرة، أوقات كتير أنا بحلم إنه هاد ماهيش لوترا، طاب وفاق وحكى الحقيقة وشو كنت أعمل وفضحني قدام كل العيلة. شيرلين، حتى أنا بخاف من هاي الشغلة، بس هاد الشعور مجرد شعور بالذنب وما في أي شي تاني. أنا ما بحس بأي ذنب، كل شي بعمله على طول هو الصح. المشكلة إني بحلم بهالشي الصبح بكير، والعالم بتقول إنه أحلام الصبح على طول بتتحقق. فهمي، ماهيش لوترا كان مشكلة كبيرة إلي وقت اللي كان بكامل صحته وعافيته وما بيحبني، ولهلأ لساته مشكلة ورح يشكل تهديد لإلي أول ما يتعافى ويفيق من غيبوبته. هو بيعرف مين دفشه عن الدرج، وأكيد وقت يفيق رح يخبرهم مين دفشه وعمل فيه هيك. يعني انتي، وبتعرفي ماهيش لوترا كمان بيعرف مين عمل له الحادث، يعني انا. فاذا بيطيب وبفيق من هي الغيبوبه رح يخبر الكل بالحقيقه وبكل شي عملناه فيه، ورح ننفضح ونتبهدل كمان. وشو خطتك لتخلصي من هالخوف؟ باني اقتل ماهيش لوترا. ماهيرة، أول ما بيموت هذا الشخص ما بقى رح نخاف من شي، ورح نعيش تنيناتنا بشكل منيح، وحياتنا رح تصير مريحة. شو رأيك إنه نقتله اليوم؟ لا، مو اليوم ماهيرة. لو كان بدي أقتله قبل العرس كنتي شفتيه مات من زمان. وحتى إذا بدي أقتله اليوم رح يأجله عرسك سنة كاملة، وبتعرفي السنة مدة طويلة كتير. هيك رح تقدر بريتا ترجع على هالعيلة وتصير كنتهم قبل ما حدا يحس، ورح تطالعك برا كمان. رح نستنى العرس لحتى يخلص، وبعدين اليوم بالليل رح نتخلص من ماهيش لوترا. لا شيرلين، أكيد مو اليوم. عندي كتير خطط بدي أعملها لبعد العرس. أنا خططت لشهر العسل وشغلات كتيرة مع كاران، ما رح أقدر أعمل شي منهم إذا بتقتلي اليوم بالليل، لهيك أجلي هاد الشي. ليكي، بتعرفي شو شيرلين؟ أنا رح أقلك على شغلة مهمة. شو رأيك استشيري شي حدا وشوفي شو بيقلك؟ يعني ليش ما منعمل شي تاني؟ ليش مثلاً ما منحاول نعطي شي دواء؟ يعني منعطي دواء يخليه ما يفيق من الغيبوبة أبداً، ولا حتى يحس على شي. يعني صح هو هيك رح يطول لحتى يموت، بس بهي الطريقة ما بقى رح نخاف منه إنه يفيق شي يوم، وكمان عرسي ما رح يلتغى أبداً. ماهيرة، وضعه لماهيش لوترا صعب بكل الأحوال. روحي هلأ وعطيه أي نوع دواء، ورح يموت بأرضه. انسي، فكري هلأ بس كيف رح تتزوجي كاران لوترا اليوم ونحقق حلمنا.